فيكم بحلقه جديده من المزح دوستو عبر التلفزيون الان موعدنا عم بيتجدد من حلقه لحلقه مع المزح التحديات والاسئله الصعبه اللي عن جد ما في مهرب من الاجابه عنا اللي ما راح يحضر الحلقه كامله على التلفزيون بيقدر يفوت على تشانل اليوتيوب قناه الان ويعمل لايك اند سبسكرايب ويحضر الحلقه كلها من اولها لاخرها مع ضيفتي بحلقه الليله ضيفتي بحلقه الليله فنانه عراقيه ويا ما قعد فنانات عراقيات على عيد الكرسي ولكن من شاملات قد ضيفتنا بحلقه الليله اعلاميه وممثله ومغنيه قدمت طيله هالسنوات اعمال متنوعه عديده بين افلام مسلسلات اغاني اعلانات وبرامج واشتغلت مع العديد من القنوات ظهرت ظهرت آه من هي وصغيره بعده اعلانات دعائيه تلفزيونيه كما كما وكانت طالبه بالمرحله الثالثه بجامعه بغداد باكاديميه آه الفنون الجميله قسم السينما الى جانب كونه وجه اعلاني للعديد من العلامات التجاريه شخصيه قويه ومثيره للجدل مستفزه لبعض العراقيين تعتبر من المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي الانفلونسرز يعني وبتقدر تعمل ترند بخمس دقائق على حيال شيء زقفة كثير كبيره للفنانه الشامله همسه ماجد روح خمسة فايتة مع الموبايل ممنوع؟ بلا بلا مسموح بس ما فيك تتحركي بدونه؟ لا في لأنه أصلا ما بحبه كثير شو ما بتحبي كثير؟ كل حياتك على السوشيال ميديا؟ آه هيدا شغلي شغلك بس من كتر ما شغلي بالتليفون صرت ازهق لما يعني اقعد مع اصدقائي ومع اهلي ما احب العب بالتليفون والله؟ من دول الناس المدمنين رح نحكي كثير اشياء اليوم عن كونك فنانة شاملة رح نحكي عن كونك اعلامية ممثلة مغنية انفلونسر، بلوجر، فلوجر، كل شيء. <applause> يعني كل شيء بيخطر براسي بيطلع همسة بتعمله وجزء من الكاريير تبعيتها. صح واحد اثنين ثلاثة خلينا بالجد ابو الناج. <applause> طيب هيدا التعدد، هيدا منيح؟ يعني أنت مش يعني م... يعني فينا اليوم نقول يعني يصح الوجهين فينا نقول انت اعلاميه ممثله مغنيه انفلونسر فلوجر بلوجر وفينا نقول مش معروف اذا انت اعلاميه ولا ممثله ولا مغنيه ولا انفلونسر ولا بلوجر ولا بلوجر يعني ممكن يكون هذا الشيء منيح جامع وممكن يكون انه لا محير ممكن لإنسان الشاطر انه يبدع بكل شغله ممكن يكون بيها. انت انت بتلاحظي انك انت انت حاسه حالك شاطره بالاعلام قد ما شاطره بالتمثيل قد ما شاطره بالغناء قد شاطرة... ما أه؟ انا تاركه الاعلام صار لي كثير كثير تاركه الاعلام لانه حسيت مو مكاني اوكي ومرينا مو مكانك؟ انت والدتك اعلاميه شاذة محمد الجنابي مم. مم. و... احلى فويس اوفر بالعالم اقول من احلى فويس اوفر من اشهر الفويس اوفرز منا ورثتي اول شيء خلينا نقول الحس الفني بترجع بتقولي مو مجالي يعني انت مجال امك طلع مش مو مجالك لا احلامي وطموحي بالقنوات العراقيه الصراحه ما هاي واو واو, واو 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 لحظه لحظه تصريح خطير مم. القنوات العراقيات ما ممكن تفسح لوحده مجال الشهره عبر كونها اعلاميه مشان هيك بتضطروا تمثلوا يعني انا كان 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 قاعده محلك جيهان الطائي كمان مم. كانت ضيفتي جيهان كمان مثلت هي اعلاميه بالاساس ولا كمان كمان اضطرت تمثل ليه لانه تحياتنا لجهان صديقتي. ايه ليه؟ لانه قبل يومين نزلت فيديو تبكي على مدير شبكه انه كان محاربها وكل انواع الحروب وكل انواع الاذيه. اه يعني برايك الاعلام لازم... العراقي؟ لازم. اكو حرب واكو جروبات. اكو حرب اكو جروبات حتى بالتمثيل جروبات تمثيل كليكس يعني آه لازم آه هشام و... وهذا التيم آه ما بيخلوا ما احد يدخل. اوف امم في هذه الحروب موجوده طبعا امام الكل والكل يعرفها. هلا هي موجوده حتى بالمسلسلات العربيه المشتركه يعني مش بس ب هسا انفتح التمثيل اكثر قمنا نشوف وجوه جديده حلوه قمنا نشوف ناس مبدعين طب انت جزء من تي جزء من فريق؟ انت لا 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 انا بعيده كل البعد جزء من جروبات؟ لا انا اشتغل لحالي لحالك مين ما بيطلبك بتروحي اكيد طبعا ورفيقه الكل طيب هلا انت اليوم لكن الاعلام عم بتقولي انا اليوم صار لي زمان بعدي عن الاعلام تركته تقريبا على الرغم انه امي كانت يمكن حبيتي تكوني مثل اعلاميه ولكن قلتي مش مجالي هالمجال اكو جروبات والتلفزيونات العراقيه فاذا بتوافقيني انه ما بتفسح مجال للشهره او للنجاح لا حتى كمصاري بالنسبه لشغل الاعلان ما يوازي شغل التي في سؤال هل اجى وقت الاعلاميات العراقيات يكونوا على شاشات عربيات مش عراقيات؟ اكيد طبعا إجا؟ امكانيه عندنا امكانيه اكثر من مقدمات البرامج العربيه لانه شايف اغلب البرامج اللي تطلع المشهوره بدون ذكر اسماء أوكي. كل اوتو كيو على الشاشات حتى من يكون استوديو كبير انت منك بحاجه ابدا انا بدون ورقه وقلم لك راسك شو حاضره وشو قويه <applause> اكتشفت انه الاعلان اعلان اعلاني الحقيقي من الحمد لله انا اوصل صوره يعني كل العراقيين بلاد المهجر بيسموني الوجه المشرق للعراق اي حزن واي انفجار يعني. واي اشياء سلبيه ما اظهرها ما تظهرها دائما اظهر المطاعم الجديده والاشياء اللي تنفتح كل اي اوبننج يصير تلقاني موجوده اي حفل يعني بوزيتيف يعني كله بوزيتيفيتي بلشت عمرك 17 سنه اليوم مم. شو الدرس اللي تعلمتيه بعد كل هالفتره؟ يعني 17 سنه من سنتين يعني <applause> يس حبيت هلا حبيتيني هلا لك كنتيش مش كرهتيني ابدا اذا اقول لك 99.9% من العراقيين يحبون هشام حمد اكبرني العراق انا ورب العراق والعراقيين اسم الله عليك طيب كان عمرك 17 سنه شو اقصى درس تعلمتيه من المجال همسه؟ يعني انا كنت اصلا انا فراشه لحد هذه اللحظه ما احب الالتزام وتعلمت انه الانسان كل ما ياسس شغل لحاله ما يشتغل تحت رحمه احد هو هذا يعني مؤسسات الاهليه هي ضغط نفسي مم. وما اصلا يعني بيكون ابداعك محدود مم. ف هلا انت اليوم هلا انت اليوم شلنا الاعلام على جنب تمثيل مم. ولا غناء؟ تمثيل عندي انا سمعت صوتك صوتك رائع صوتك كثير حلو يعني الحمد لله مم. ي... احتاج تدريب واحتاج طيب صوتك آه آه تمثيل ولا ولا شو اسمه ولا غناء؟ شغف غناء <applause> شغافك الغناء اي بس, بس, بس اتوقع أكتر... عقد و تاخرت الشركه المنتجه إلي المفروض اغاني تنزل حتى هاي اللحظه <applause> <applause> انضميت الى شركه النجوم الدار البيضاء اي نعم مشوارك الغناء اصدرت اول غنية اللي عليك بالعام 2019 اوبريت يا موطني ومشاركة عده فنانين اصلا انت ليش قررت تدخلي مجال الغناء انا بحب من أن انا طفله اصلا هذا شغفي <مم. تصفيق> طب ليش ليش بتقولي انا فنانه شامله ما بتقولي انا بلوجر ما بتحبي كلمه بلوجر او انفلونسر لا بالعكس بلوجر وانفلونسر واتشرف بهذه الشغله أه بس انه فنانه شامله هي من ضمن انه بعمل كل شيء شاطره بحب اشوف نفسي فراشه تعطي رايك بصراحه مشان هيك هذا الشيء بخليك انفلونسر ومؤثره برايي بالعالم ما الناس عندنا بالعراق ما يحبون الانسان الصريح يحبون المتلون مشان هيك مره صار معك مشكل اول مره رح تقولي على الهواء ما كشفتي عنه بولا لقاء من قبل بخليجي 25 اللي نظمته العراق هجمتي من 80% من الشعب العراقي علقتي على انستغرام بتقولي الافتتاح مبهر كان مبهر ولا لكن التنظيم, التنظيم مخزي مخزي وتفاجئت بهجمه منظمه قد ما زعلتك هالهجمه فقدت على اثر ابنك وهيدي معلومه اول مره بتقوليها كنت حامل وكان صار لك شهرين حامل وبسبب الهجوم عليك وعلى بنتك يوم. وعلى جوزك آه. روحتي روحت برايك مين و... مين كان وراء هذا الهجوم المنظم اكو ناس كانت متقصده يعني هذا واضح جدا كان الهجوم منظم اوف في صفحات ابتزازيه بده المصاري اه فهجمت انا كنت فاتحه مركز تجميل قبلها وكمان هجمت طلب من عندي انه اعطي ألف دولار والا رحمه نخليك بحالك واو الهجمه انا تعبت وروحت ابني مو بسبب الهجمه صارت علي بس ولكن صارت على زوجي على بنتك وابن زوجي اللي هم يعني كمان اعتبره ابني زوجي بعيد كل البعد عن الميديا وعن السوشيال ميديا وما يحب الظهور بهذا اليوم صوروه بالملعب واو واتهموني انه انطردت، لا يا حبيبي انا لم اطرد من الملعب ولا اسمح لبشر يطردني انا ببلدي مم والبصره اهلي مم يعني جنوب العراق البصره انا ادخل مدلله واطلع مدلله آه ما يخلوني فلس واحد ادفع لما ادخل مكانه اي حي حتى لو دخلت عند ابو مجوهرات لما اقيس فتشي يقول لي والله ما تنزعي واو يعني من كرم البصره وطيب البصره فتتخيل انه انا ادخل بيتهم ادخل البصره واطرد حتى كان فالسيناريو سيناريو بائس من احدى القنوات الفضائيه وانا قمت دعوه عليهم بعدين تركتهم لانه اقول عفى الله عما سلف احنا عندنا يقول لاجل عين تكرم مدينه مثل العراق من اجل عين تكرم مدينه الأ... لالف عين تكرمه تكرم فتركت الدعوه بس لانه كان حدا متفق ويا شاب اقدر اعتبره طفل احنا نقول عندنا مصطلح بالعراقي يحب الطشه يحب الظهور فوأنا وانا داخله ممكن اعمل لقاء معك دخلني من داخل الملعب طلعني على قريب على الجمهور ف صارت آه هذه ونزلت بكل القنوات فمن كثر الهجمه اللي صارت شفت احنا شهر ما طالعين من البيت ايه هيك هيك شهر ما طلعت الانترنت الخطوط التليفون جحيم كان كان جحيم لمده شهر لانه مسبة وكل أنواع السب والقذف والشتم ما أنزل الله بها من سلطان كيف قدرتي تطلع من هيك مأساة أنك تروحي والله عندي صديقتي زوزو زوزو العاني اوجه لها تحيه هي من هذا المكان. لها اخذتني على طبيبه اخذتني على سبا وعملت لقاء مع الطبيبه فاجتني الطبيبه وكتبت قالت لي هذا طبيعي يصير يعني آم... الزعل. بعد الولاده الزعل بيصير اكتئاب ما بعد الولاده يصير عد آم... يصير 80% عند الامهات بعد بعد الولاده م. فكتبت لي حبوب آه. مضاد للاكتئاب مشي حالك بعد كم يوم اشتغلت عندي راسا وقررت انه خلص وصديقاتي صاروا يجوني يوميه وخلينا نظهر وخلينا نشوف ال... رجعت شوي شوي تدريجي بعد شهر ش... اليوم قد ايه الامومه شو علمتك؟ شو غيرت فيك الامومه؟ قد انت اليوم ام اليوم شغلك بياخذك عن الامومه؟ والله انا اعتبر نفسي قصرت فتره كبيره يعني مع بنتك عم مع بنتي اي بس احس هسه بديت اعوضها يعني بتحسي انك ظالمه بنتك بمواضيع السوشيال ميديا انه هل اللي صار معك ظلمتي بنتك فيها يعني الدومين اللي بتشتغلي فيه ظلم بنتك يعني نوعا ما انظلموا حتى زوجي وحتى ابني احس انظلموا لانه ما خصهم اصلا م. يعني انت ما تحبني بس شو خص زوجي يعني زوجي ما له علاقه بس انت ولا مش ب... اول مره بتتعرضي لهجوم انت هجمت كثير واتهمتي اتهمتي ان... انك تملكين سلسله مطاعم وانك سجنتي أحد احدى الفتيات ب... ب... بهالمطعم هي شو... هي وحده من الهجمات المضاده شو... شو ليه بتتعرضي هالقد لهجومات شو شو اساسه هذا الهجوم؟ هذا الهجوم لانه ما يحبون يشوفون امرأه قويه وما عليها شائبة بالمجتمع العراقي هيك بعدون؟ ايه اكيد بعدهم ما بحبوا مراوي. اكيد لا ما يحبوا مجتمع ذكوري يعني. ايه لا يحبوا المرة الضعيفة وتطلع تبكي انا حتى هلا لما صار عندي حريق ببيتي اتهموني انه انا عاملة مفت... فعل... انا م... الحريق مفتعل تأمين آه احنا ما عندنا تأمين بالعراق آه في شركة تأمين وطنية بس عدنا ثقافة التأمين مش لساتها بعيدة عند الشعب العراقي او آه ما يحبوها بالاحرى بس آه انا ح... يعني 80 من بيتي احترق والكلب تبعي مات اوف كيف احترق؟ آه، آه، تماسك كهربائي صار عندنا اكيد مش مفتعل؟ لا اكيد ما حدا حرقت لا لا الحمد لله انا فكرت كان عندي مشكله قبلها بايام مع جوزي صراحة ففكرت انه هذا مفتعل كان جوزك حرقه؟ لا فكرت آه. انه حدا يعني متقصد انه اوكي مع جوزي كان كان عندنا مشكله صغيره أوكي. مع ناس ففكرت يعني تعرف واحد اكثر من سيناريو اكيد اكيد اول ما يشوف بيفترض كذا سيناريو بالضبط بس تقرير الدفاع المدني والادله الجنائيه يقول انه هو تماس كهرباء بسبب ما. سخان الماء يعني اوف كان في مطار والسخان مفتوح لمدة خمسة, خمسة أيام وما حدا مستخدم المياه طب ف... موضوع المطعم مين اتهمك بانك سجنت بنت حتى أقرب الناس حتى بالسوشيال ميديا طيب حتى بالقنوات اللي ذكرناها طلعوا ناس أصلاً رفعت دعوة؟ عارفين. رفعت أكثر من دعوة بس أنا دائماً أقول العفو عند المقدرة م. دائماً أرفع دعوة وأوصل لليفل معين أنه بدي خلص أنه خلص هذا القانون راح يغرمهم أو راح يسجنهم أسحب نفسي أقول العوض برب العالمين بس انت يا انت مغناطيس للمشاكل يا انت بتحب المشاكل لا والله انا ما بحب المشاكل بس انا ما بسكت انت ببث مباشر على السوشيال ميديا اه 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 تهمتي انك اهنت الرجل العراقي لا طبعا انا شوف بكل شو اليوم يعني سوري خبريني اه ندمتي على تص... تن... عم تندمي على أه عمري ما اندم على كلمه طلعت من شو قلتي عنه على عن الكلام بصبر. طلع من حلقي مستحيل شو قلتي أنا كنا ببث مباشر مو... لجروب كل بنات على الفيسبوك وقت الكوفيد يعني كنا محبوسين بالبيت وقاعدين فدخلت وحده معي بالبث، قالت لي انت كيف تتزوجي وتطلعي اكثر من مره وتعلني امام الناس؟ قلت لها حلال هذا الله مشرع لي اتزوج واتطلق، الزواج حلال والطلاق حلال حلق حلق فانا ما بخاف من كلام الناس لانه الناس ما معيشتني هاي حياتي. قالت لي انا زوجي مدمن ودخلت معنا على البث بس ما ظهرت وجهي بس لهون، انا زوجي مدمن مدمن مخدرات ياخذ راتبي انا موظفه تحديدا الحد هاي اللي اتذكر بمحافظه اسمها الديوانيه اوكي آه مطفي السجاير بجسمها كلها <applause> وتقول ياخذ راتبي واصبح بقتله ونام على قتله <applause> بس عندي منه ثلاثة اولاد واقول اسمها رجال قدام الناس فقلت لها هدول اللي بيعيشوا على قفل النسوان هدول من يحسبون على الرياجيل؟ آه اوكي وارجع واقول الرجال اللي يعيش اللي يعيش <applause> على قفة مره المره آه؟ تعيشه هذا مو رجال اكيد وف استقطع الفيديو آه بينت عم تحكي عن كل الرجال اه استقطع الفيديو من ناس طيبين يحبوني كثير اوكي عرفتهم بعدين طبعا مين؟ اه يعني تابع ل رفيق الطليقي <applause> اه اوكي <applause> فتركتهم سلمتهم بيد رب العالمين ايد يعني ايد الله اطول من ايد البشر واقول عقاب الله اقوى من كل القضايا قضيت, قضيت الإعلامي من ميناس السهيل بتهمه التحريض ضدك لسه بيناتنا دعاوي شو 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 قال لي؟ قضيت آه مقدم برامج اسمه قحطان عدنان هذا نازل فينا سب ونحكم سنة غيابي أوكي وميناس هاي حصريا لك والله وميناس ميناس لسه الدعاوي لا زالت تتوقع كمان ينحبس ميناس هو كان رفيقي أوكي. والموضوع شخصي يا فنزل هذا كل السب والقذف واخت رفيقتي كثير طبعا بالمناسبه اربع سنين نحن بالجامعه سوا وناكل ونشرب ونظهر سوا فهو اتهمني قال كذب هي ما عندها علاقه باختي وهذا كذب طبعا أو كان الموضوع موضوع مصاري بس لانه انا كنت متكفلته بموضوع مصاري واو لين صار الخلاف انا كان بدي انطي المصاري اصلا بمكانه يعني بداله ردت انطي المصاري بس الشخص الوسيط اللي بيناتنا وهو صاحب المصاري ما قبل طيب صار مشكله بيناتهم انا صرت النت تعرضت للاعتداء كمان سرط والتحرش تعرضت للاعتداء والتحرش والاساءه بالفاظ غير لائقه من قبل مجموعه من الشباب المسلحين وكرد فعل على الحادثه اصدر مجلس القضاء الاعلى في تاريخ 21 اغسطس 2019، قرار بيضمن حق المراه وبيحميها من المتحرشين. بعد خمسة ايام قرر الرئيس شو أثر القضاء العراقي السيد فائق زيدان تحياتي إليه آه. شخصيه كبيره وعظيمه ومحترم وترك اثر بالقانون العراقي. وين تحرشوا فيك؟ كنت بالشارع بمطعم، انا كنت بسياره والدتي اصلا في ذاك الوقت ما كان عندي سياره. هجم عليك مسلحين؟ سياره ما مواقفه بس انا كنت داء اسوق. فوقفوا بعد السياره تماما شارع فارغ بعدت الفالي عليهم اكثر من مره انه ممكن توخر ارد اطلع كنت تعبانه كثير كان عندي محل الالبسه النسائيه فكنا ناقلين بضاعه صيفي وشتفي في إنه ومن الصبح كانت واحدة بالليل احنا بدون اكل م. فوخر يا زلمه ما بدي يفل نزلت ماما حكت وياه قالت لعيب انه بدنا نقول لك وخر انت متى يتوخر من ورانا فانا فتحت الباب كان بدي انزل اصوره وقال لي على مين رح تتصل فكر انه عندي علاقات يعني بالحكومه وراح اتصل على حدا كبير قلت له صراحه خلي العراق كله يشوفك اذا متى يتوخر نزلت صورته طلعت في لايف طلعت بيه بالسناب شات كل الناس شافوا السناب ووجهت اصلا لوزير الداخليه واز مناشده واز بيهجموا عليك شباب اه هو كان اصلا يعني ثمل كانوا ثملين اه هيك بين ال... <applause> بين الوعي واللاوعي الحياه والموت بين الحياه والموت, والموت بعدين كانوا اصلا اصلا رايحين على محلي وسألين علي الموظف اللي موجود بالمحل فاعتبرت قضاء العراق اعتبره انه جريمه مع سبق الاصرار والترصد انه قضيه خطف تعتبر لانه انت مترصد ومتقصد رادوا ينحكمون ثلاث سنوات بس انا تنازلت والقضاء كان معي تماما اليوم انت وين بالتمثيل بالعراق دراما ما احب اشتغل الصراحه و... أشتغل اكثر اجاني اكثر من سيناريو بحب الافلام افلام عندي افلام اثنين اجتني اكثر من عروض بس السيناريو الحدث ما عجبتني صراحه يعني اجاني سيناريو دراما رمضان اللي فات قريت السيناريو، السيناريو بعصابة عصابة بمنطقة عندنا منطقة كتير شعبية بالعراق ايه بس يمكن شيء بيشبه الواقع العراقي لا بس انه الخناقة انه هيك آه. <applause> لا انه ما بتشبه آه. ما بتشبه الواقع العراقي لا تلقي. فحسيت انه كتير بيضحك السيناريو اوكي انه مو شخصيتي يعني ما بتمثل شو ما كان ابدا ولا بتغني شو ما كان ناطر الأغنية اللي تكسر الأرض ولا ما؟ عندي أغنية كتير حلوة بس تاخروا ونجوم دار البيضاء أنه ينزلوها يلا بناخد أول بريك بحلقة ليلة الله. بعد بريك مطلوب يلا. منك عن جد همسة ماجد روحة والناج بعد البريك عودة لحلقة المزح نص جد لليلة، إذا ما حضرتوا الحلقة كاملة بتفوتوا على تشانل يوتيوب قناة الآن بتعملوا لايك أند سبسكرايب تحضروا الحلقة كاملة مع همسة ماجد مطلوب منك عن جد أبو الناج. قالوا <applause> <applause> لي كتير 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 بتحبي طبخة معينة، في 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 أكل كتير بتحبي الزبيب وكتير بتحبي الأخطبوط. مشان هيك طبقنا اليوم رز عليه اخطبوط وزبيب الله عليك <applause> اوكي يمكن طيب <applause> مشان الله مشان <applause> <هت legit> الله طيب هيدا الاخطبوط بدك دواء؟ إيه؟ ممكن اخطبوط ممكن انا ضايقت يعني انا ضايقت الاخطبوط بس زبيب مستحيل بس مع الرز أه. ايه مع الرز بالخبزة que... وزبيب بلقمه واحده اوكي، إذا ما بتجاوبي على هالأسئلة، شو رأيك؟ <صحن> <يارب جاوب> يا <صحن> رب تجاوب يا رب يا تجاوب عندك صديقتين بالوسط. امم اوكي، مين بيناتهم الأقرب لإلك؟ شمس الرشيد وأسيل البياتي، مين بيناتهم الأقرب لإلك؟ ومين بتعتبريها الأنجح؟ حبيبات قلبي مين الأقرب لإلك؟ دولة صديقات عمري مين الأقرب لإلك؟ أه والله هم اثنينهم قريبات ما في بدك وحدة أقرب الثانية أسيل لأنه حكم أنه شمس مشغولة مع أولادها كثير دائما أوكي وفترة مين بتعتبريها أنجح؟ آه، كل وحده بمجال صراحه اسيل على اسيل اقرب لك من شمس ومين انجح اسيل فاتحه قلبي وقاعده بنص قلبي اوكي <applause> ومين انجح <applause> وكمان شمس بحبها كثير بعتبر اختي يعني ذول خواتي الانجح ممكن شمس فترة تركت الميديا وهلا أوكي. رجعت على الاخبار فاعتبر اسيل هلا انجح كان اسيل البياتي هي الاقرب لك وهي الانجح لانه شمس تركت فترة ابتعدت عني فترة وتركت آه. الميديا فترة اوكي فهمت عليك فاحنا سبقناها بخطوات يعني فهمت عليك بدها تزعل منك شمس يلا. لا ما أوكي. بتزعل بحبك كثير اي عمل من الاعمال التمثيلية اللي شاركت فيها بتندمي انك تندمي انك أدبت دور فيها وبتلاقي انه ما بتليق بمسيرتك فيلم فلات فيلم بحيره الوجع مسلسل كمامات وطن مسرحيه الباي باي فلات فلات كان كان متعب اوكي وكان اول تجربه او كان الانتاج اعتبره ما يليق بالفنان العراقي كان بيها فوات بالمونتاج كثيرة أوف. حتى أنه يعني حصل اليوم مش ناوية تاكلي أبدا حصل لا نكسري كسري ما تشوفني يحبوني بس كسرته أنا ما كان بدي هالقد كسرته كسرته للفيلم يعني أنا ما كان بدي هالقد إيه شو وعد فيه وبيقرف غير أنه بيقرف وبيلاع لا لا مو من هالدرجة يعني لا كنت أشتغل مع ناس بحبهم كثير وأساتذة والمنتجه كانت استاذه كبيره ولكن الفيلم هنالحمد. ما بيسوى شيء بس بس, بس الفيلم ما كان بالمستوى المطلوب ما بيسوى فرانك بالعلم كان مصروف عليه مصاري يا الله شو بتوجع بس مصروف عليه مصاري كله راح يعني الله بيعطي انجاز للي ما له دراس <تصفيق> <هيك> <تصفيق> ايوه <تصفيق> اوكي مين من بين هالنجوم العراقيين مين من بين هالنجوم العراقيين اللي شاركوك التمثيل بفيلم بحيره الوجع بتلاقيه يعني ما ممكن ترجع تشارك التمثيل معه باي عمل ابدا جلال كامل واو سناء عبد الرحمن واو بشرى اسماعيل واو مازن مصطفى بحبهم كثير وسام عبد الواحد علي النجار محمد علي قاظم لا, لا 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 اصدقائي لا لا بدك تاكلي لا واخيرا حتاكلي احلى عمل واحلى كاست احلى سيت إيه بس كان بس لي الاسوء بيناتهم شو كلهم بجننوا ما في ما في شيء بالحياه لا انا كنت بطوله بدي 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 اقل واحد فيهم لا أنا كنت مع اثنين أخطبوط واحد زبيب شو بدك؟ بس أخطبوط بخت <applause> بخاطري <applause> هشام بس لا بدون زبيب بس أخطبوط بس أخطبوط <applause> بتشرفك تحت <applause> ابنك يا حبيبي <applause> يا حبيبي ما تخافي خليني بس أحط شوي زبيب كشمش كش كشمش الزبيب كشمش بالعراقي كش مش. كش مش شو هو؟ كشمش اسمه كشمش الزبيب بالعراقي كشمش برا الله لا يوفق اللي اخترع هذا الاختراع يطلع يكون مع الرز الله لا يوفق اللي اخترعه لا بحبك انا كثير انا بحبش انا بحبك لا اخطبوط وكذبين آه طبعا لا لحاله لحاله يلا يلا تحت دمك تحت دمك <applause> تحت دمك تحت دمك تحت ما <applause> يلا حشيل المي بس عم اهلك لا عوسي على رواق يا لك اخطبوط ريحته اه شو عم بقول؟ أه... أربعة أيام عمره. لا هلا قالوا لي أربعة أيام بلا براد، ما ما في كهرباء هون مثل عندكم، كل يا عم أهلي شو بك عم تبكي؟ عم تبكي عم تبكي يا حرام يا لطيف! شو؟ أكلتي طيب. بيقرف عن <applause> جد مش طيب؟ أنه أخطبوط لحاله ممكن، أنا بحب فود بس الزبيب؟ زبيب؟ إيه مش طيب. في حمام مريبة بدك تسافر طيب مع مين؟ مع, مع, اي نجم عربي ما بتتمني يجمعك مشهد غرام؟ ما بتتمني؟ <applause> محمد الاحمد، قصي خولي، يوسف الخال، تيم حسن، بديع ابو شقره بس الخياط، هيا هون اول شيء بتعملي مشهد غرام؟ لازم اسال الكابتن <applause> جوزك جوزك كابتن شو بالكابتن كابتن طيار كابتن طياره مم. حربي لا بالخطوط الجويه العراقيه خطوط الجويه العراقيه خوفتيني بالاول <applause> انا فكرت <فكاد تصفيق> ينزل علينا بالاف 16 هلا <applause> لا كثير إيه. إيه بيقبل ممكن. اخر شيء بالتمثيل بده يقبل بالتمثيل في كل شيء شو بالتمثيل كله كره في غرام في غرام بس ممكن اذا عندك مشهد زواج ممكن في قبله وين عندنا بالعراق قبله هشام ها آه بالعراق ما في قبله <applause> لا مين ما بتعملي مشهد غرام يهجروني من العراق قد بد اسكن بدك زبيب لا 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 انا بحب قصي خولي كثير قصي خولي لكن شلنا مم مع مين ما بتحبي ما بحب محمد الاحمد شو اسمه محمد الاحمد ايه آه شيله شيله ش... لا ما يعني لا ما بحب معه لا ما, بتح... ايه م... ما بحب مو انا مو من جمهوره لا لا بحب الدقان اه مش جمهور الله اسم الله على الحلوين حلوين <applause> كله <كلنا> جوزك أحلى, <applause> احلى اكيد بعيني احلى إيه. اكيد طيب مين مين صفي النجم العراقية النجمات العراقيات التاليات من الأسوأ إلى الأفضل شذا حسون برواز حسين رحمة رحمة رياض ممكن متأسوأ كثير شوية آه خلينا نبلش أوكي مين اللي ما بتحب تسمعي له تكرهيها أنا ما بكره حدا آه ما بكره حدا صار عندي موقف مع شاذي حسون بتكسر الراديو بس يطلع صوته لا أنا هلا بعد صرت ما أسمع شذا حسون آه ليه؟ لأنه كنت بحبها كثير شو صار معك؟ أه والحد ساحبها ما اكرهها بس لانه صار في موقف كثير سخيف اللي هو وما بيلبق له ومو حلو بحقها كنجمه مره من المرات طلبت من عندي شذا حس او صار الايفنت هذا المهرجان اللي هي خطات بالاغنيه اوكي مزبوط آه ناعما ونعما ايه <applause> جرمت الصراحه بال <بالأغنية تصفيق> بتحبيهم مبينة يا حبيبي إيه؟ لا لا بحبها والله بحبها بس هي عملت موقف حبيبي. مره صار بيناتنا موقف انه مره طلبت من عندي اذا حبيت الاغنيه انشريها اوكي انا صار عندي ظرف نسيت أي. سمعت الاغنيه وقلت راح اصورها ونسيت عبر اسبوع أوكي. عبرت سبع ايام قلت خلص بعد ما لها طعمه اوكي انه راح ابارك لها على المره الجايه او اغنيه ثانيه على طريقتي فوجئت لما صار المهرجان انه دازين دعوات لكل الناس حتى اللي ما لهم علاقه بالسوشيال ميديا ولا انفلونسر ولا مشهورين. من عدا انت؟ ولا الا انا إلا, الا انا، اسير البياتي ذكرناها قبل شويه اتصلت على احد الاشخاص بدون ما اعرف. قالت له؟ مع هيثم مدير اعمالي انه معقوله انه حتى هيثم سالني انه وصلتك الدعوه؟ قلت له لا مو مهم. لانه انا اصلا بيومها راح اكون مسافره مو موجوده انا كثيره السفر ل... ل... بس الدعوه لمجرد الدعوه رجعت اتصلت بناس هم كانوا مسؤولين مع اللي. قالوا شذا حسونه تقول غير مرحب بوجود همسه ماجد وما انطيها الدعوه انا شو صار في سبع ايام انا نايمه بالمشفى لان ما بعثوا لي دعوه <applause> اخر همك اخر همي اكيد بتعرف انه فيك شيء من رحمه فيك شيء من منى ابو حمزه بتش فيك شيء من كذا حدا يعني رحمه الجمال والصوت والدفو يعني هنا أنا الجمال الصوت الكردي اي آه برواز آه برواز تجنن وطيبه القلب جدا شو حافظه على لرحمه او حافظه كل اغانيها اغني لي هيك اغني لي 20 ثانيه من وحده ااا تاريرم تارم تارم نكون نطير نكون نطير اني وياك نجمه بالسما وغيمه ايش كتغنوا هاي الاغنيه <applause> اكثر من رحمه <applause> كون نصير انا وياك نجمه بالسما وغيمه نسافر فوق ما نرجع نعوف الكوكب وضيمه وحدنا نطير ونعلي نجمه بالسما نخليه نكتب بالهوى حبنا ندعي ربنا لي ديما نقضيها عشق وشوق نعلم الناس حنيه ابد ما يسمع وابد ما نجيب خلي الدنيا ورديه العمر لو ما نعيش بحب آه. فاهي وما له كل قيمه نسافر فوق آه، نرجع. ما نرجع نعوف الكوكب وضيمة ايوه اوكي ايها برني اي برنامج تلفزيوني من هالبرامج اللي قدمتيها مش راضيه عنه بتعتبريه محطه مش حلوه بحياتك وغير ناجحه عراق ستار برنامج بطاقه تموينيه برنامج اودو اودو برنامج اليد البيضاء برنامج شباب وبنات برنامج يشعل صباحك يا عراق برنامج حل حلها وتستاهلها برنامج يو سوشيال برجع بعيدهم لا لا الله عليك كم برنامج <applause> عراق ستار بطاقه تموينيه اودو اودو اليد البيضاء شباب وبنات يسعد صباحك يا عراق حلها وتستاهلها يو سوشل شوف أص... اكون صريحه وياك كل مرحله هذا كان درس اللي تعلمت من عندي كلهم ما بيسوي يعني لا <تصفيق> 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 اودو اودو اعتبره من البرامج القناه كنت بحبها كثير بس البرنامج إيه انا كنت فيل كنت فيل بس بدون خرطوم <applause> كنتي ناصحه سمينه؟ كنت سمينه وناس. شو بعدك مخلفه شيء او شو؟ أو شي؟ لا انا عندي فترات بحياتي انا بحب الاكل كثير اوكي بس مو شو اكثر شيء بتحب الدولمه؟ أه بحب الدولمه بس لا مو اكثر شيء شو اكثر شيء؟ الصراحة. الرز ولحم نقول بالعراقي كل شيء اسحق كل شيء <applause> <كل> شي أسحق. <applause> شي اسحق كل شيء اسحق كل شيء اكل لا الا الكشمش الا الكشمش <applause> كل شيء هلا غصيتي بس بالكشمش عن جد؟ والاخطبوط كمان ريحت بتعرف. ريحته بتقرف ايه ريحته مش حلوه هذا لانه قديم هلا اذا بالليل وجعك بطنك فلاجيل دغري بعطيك اسم اللي هلا بعطيك اسمه شو <applause> الله يبارك فيك ما بديك <applause> ايه ما قلتي لي اودو اودو أو اودو اودو ابشع واحد لا تروح ترجعني على على اي محطه كان؟ كان على الام سي بي على الام سي بي عراقيه كان مم. عراقيه وانت وانت على اي محطات مرقتي شرقيه ام سي بي شرقيه وسومريه والام سي بي دجله ليش اشتغلت فيها ولا هلا انت بتنسى قد لا ما اشتغلت بالدجلة. ما اشتغلت <مم> طيب كونك سبق واشتغلت كموديل بفيديو كليب الفنان صلاح حسن تعب <مم> آه تعب سهر مين هي اجمل وافضل عارضه ازياء اليوم بنظرك جيزال بنتشن تايرا بانكس كريستي برينكلي آه كيت موس هايدي كلام وكلوديا شفر انا من القديم نحب لعومي كامبل اه منه هو من عومي منه في قريب لا انا عومي كامبل من طفولتي طبعا اوكي كلوديا شيفر يعني فائزان او بحب السمر كثير اكثر من البيض اه اوكي يعني تايرا بانكس معك تايرا بانكس اجمل وحده مين اكثر مقدمه برامج لبنانيه بتلفتك وبتحب اللي بتقدمه مم. بين هيلدا خليفه رابع الزيات كارلا حداد جمان ابو عيد منى ابو حمزه راغده شلهوب اه يا الله كلهم بحبهم اوكي رابعه آه. رابعه زيات احبها كثير اكثر وحده بتحبيها او اكثر وحده بتلفتك وبتحب اللي بتقدمه صفي لي من الاقوى للاضعف من الاقوال الاضعاف لا والله انه انا ما اقدر اقيم لك يا بدك تاكلي لا 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 <applause> والله ما بعرف الفوق اصلا أعطيك حبتين بس زبيب ما بعرف الحلوه هي اللي فوق كارلا ولا هي. ولا راغده لا شايفتها بس ما اعرف اسمها كارلا حداد امم <applause> آه شو اسم اللي بالقعد. مش شايفتيها مش قريتيها يعني لا يعني ما محاضره لها برامج آه مش قريتيها اه يعني. <applause> 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 والله تعمل لي مشاكل ما كان في مشاكل بالعراق تعمل لي مشاكل حبتين <applause> زبيب <applause> <applause> لا لا حبتين <applause> كشبيش <applause> لا خلينا حلوين حلوين خلينا <applause> كشبيش لا هدول الاثنين مين هدول الاثنين؟ آه جمانه ابو عيد كان حداد اعملي هيك برافو جمانه و هيك جمانه آه هون <applause> آه. لا جمانه آه جمانه بتابعها كثير بحبها كثير آه آه زي رابعة ربع زيات اكيد هيلدا خليفه او آه آه هيلدا آه هيلدا اكيد انت بتعرف ستار اكاديمي اوكي بطل من زمان ما بفي حلوين يا اخي حلوين والله طب في لي من الافضل الى الاسوء مش إلى الأسوأ، من الأحسن إلى الأسوأ. شو اسمها هي الجميلة اللي شعرها أسوأ راغدة شلهوب عندها برنامج اسمه زمن. حلوة والله، بس الأفضل نبدأ من جمانة. جمانة. ونبدأ بعدها رابعة. رابعة. بعدين منى ولا هيلدا؟ لا هيلدا. أوكي. بعدين منى. أوكي. والأخيرة اللي الحلوة. آه كارة. إيه. لأنك مش حاضرتي. آه الحمد لله. اوكي مصر مليئه بالمواهب الفنيه برايك مين نجم مصر الاول اليوم عمرو دياب احمد السقا محمد رمضان تامر حسني احمد عز عادل امام هلا انا خلطت يعني في عمرو دياب او عادل امام خلطت خلط كله مع كله لا حرام عليك نجم مصر الاول حرام عليك بالنسبه للاستاذ عادل امام فهو ممثل عمرو دياب مطرب اوكي بس اليوم اثقل عملتوا ميكس مثل الميكس اللي, اللي من اثقل اليوم بالقيمه الفنيه اكيد عادل الامام عادل الامام امم من بعد عمرو دياب م -م. احمد السقا ما كملت تصفيون بس يلا ما بيأسين محمد رمضان تامر حسني نجوم والله كلهم يعني انا, أنا صغيره بالنسبه لنا اقيم هاي النجوم مع مين من هالمخرجين اللي سبق وتعاملتي معهم ما راح تشتغلي بقى او ما بتعيد الكره مع غانم حميد او علي ابو سيف علي ابو سيف اوف ليه انت تريد توكلني ما بتاكلي <سكت> كشمش لا اكيد يعني كانت ستي الله يرحمها هي اللي مربيتني ام امي فكانت بتعمل كبه ايه بتحط فيها زبيب لا تعمل 200 وحده لاهلي بدون زبيب وانا 200 وحده لاهلي بدون زبيب بس كبه بزبيب طيبه يعني؟ لها لحد هاي اللحظه ياكلوها الله لا يوفق اللي يحطها <applause> <تصفيق> <تصفيق> الله ياخده بس هذا اللي حط الزبيب بس بالنزل. الله لا يوفق اللي ابتكر أه. انه الزبيب يكون مع الرز يا حبيبي انا باكل زبيب لحاله تعرف مع مع المكسرات اه والله بس مع الرز كانه جلاتين هذا الصوص تبع الاولاد عم تمزح اكيد من بعد بريك ابو الناج وصولا للفقرة الأخيرة من حلقة الليلة من المزح نص جاد عم تمزح أكيد مع الفنانة الشاملة العراقية همسة ماجد لما حضر الحلقة لايك أن سبسكرايب على تشانل يوتيوب قناه الآن لترجع تعطي الحلقة من أول وجديد الفقرة الأقوى بحلقتنا عم تمزح أكيد أبو النج <applause> هلا تحديات يا بتجاوبي على السؤال يا بتعملي التحدي اصعب بعد من الزبيب واصعب من الاخطبوط اول اول تحدي يا اما يا اما بتجاوبي على هذا السؤال يا اما بتمسكي بايدك صديقتنا افوعه شو هي افوعه افوعه مثل بتلح حطيها هون لا بالله بأ لا الله عليك لا 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 لا، لا لا حية؟ لا 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 ما أقدر أصلا لا لا أهرب من الاستوديو هشام ليه تهربين من الاستوديو؟ لا 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 مشان الله هشام مشان الله مشان الله هشام لا مشان الله هشام لا بس خلي العالم تشوفه بس عن شو عم نحكي؟ لا هشام شو بكي؟ أرقص مو بس أجاوب بس شو تريد أسوي؟ بدنا إياك ترقصي من الاستوديو يا بترقصي شرقي يا بتمسك الحية رمضان في رمضان <applause> <applause> لازم بس في رمضان يا هشام في رمضان لأنه شربك يتروي ابن فكه عقد بيعقده بيعرضه لا لا هشام لا تفتحها هشام بلان 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 هشام لا هشام راح تجلطني هشام مشان الله يا هشام لا 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 هشام هشام لا هشام هشام راح يغمى علي صدقني هشام راح يغمى علي صدقني لا 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 ما بتعمل شيء ما فيها سام لا 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 طب جاوب لا لا مو مشان السام اصلا انا بقرف اصلا من شكلها حتى لو اشوفها بمجله يا خلص اوكي خلص عادي شبكه شوف شو بتطير هشام مشان الله هشام خلص عادي بنا سريعه كثير سريعه هاي؟ اه سريعه برمش شوي شو بك ما تخاف بعيدها هشام طيب خلص برمي ما تخافي الا إيه ريحه لا بخاف لا الا ريحه ريحه بعد شو ألعرف هشام شو بك شان الله شان الله شان الله حتموت حتموت سكت قلبيه افوعه افوتي بيبي هاي وحده من رفيقاتي الله يخليك هاي وحده من رفيقاتي طلعي طلعي تعبت. شنو لا منا بسينة ترى اه طيب يا بتكشفينا عن اسباب طلاقك الاخير يا اما بتمسكي افوعه والله كان سالتني عن شيء مهم اكثر هو واللي بيه مو مهمين شو يعني؟ ليه طلقتي؟ خانك؟ كل شيء سوى مو بس خيانه بخيل؟ امم وخيانة؟ امم ومد ايده عليكي؟ امم ان شاء الله تنكسر ايده <applause> <applause> ما خلى سبب يعني وانا اه. شو ما بسالك عم بتجاوبي اه 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 اه. بس مشان ما تجاوبي كان همجي همجي شو؟ همجي اوف مم. ما بتخافي تحكي عنه هيك بركي رجع عزاكي اه انا هلا ما أخذ رجال يسد عين الشمس عندي رجال اكيد أوكي. انا ما بخاف بس من رب العالمين هاي اولا بس هذا مش بيبي هو بيخاف مني بس هذا مش بيبي لا 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 اه مش بي بنتي لا <applause> اوف كان فنان وحك علي بالعاطل اكيد بوحده من القنوات هو مين, مين طليقك؟ والله ما اقول اسمه على برنامجك تريد الناس تعرفه حتى حرامات واحد حيا شيء معروف شوي اوف ما بدك حتى خليه ينشهر <applause> اكيد لا اوكي انت على خلاف مع اسماء كتير كبيره بالوسط اليوم يا بدك تسمين اكثر شخص ما بتتحمليه بالوسط وعلى خلاف معه ومش ممكن تتصالحوا سوا وبتحسيها او بتحسيه سايكو يعني قلي قلي او او بدك تطلع على سلم عالي؟ انت مغمض عيونك لأنه بتخافي من العتمة. عمل اليوم اليوم كثير عذاب بس لو أعرف هاي المعلومات من أعطاكم إياها؟ شو؟ شعلل؟ إجاك تاج أنتوا هاي الأشياء تعملها مال واحد سايكو فعلاً <applause> شو تسمي لنا؟ أه، ولا بتتتل... فكرت أنت رح تنطيني خيارات لا ما في خيارات بس أنا ما عندي خلاف صراحة وعندي خلافات كثير شو؟ هو واحد وقمت عليه دعوه وانحكم سنه لا في غيره <applause> شي واحد ما بنعرف انك على عل... علي على خلاف معه واليوم بدك تقولي اول مره او اذا بدك عارف شي ليش على شو عم تقدم برامج لا لا شي واحد ما بنعرف نحن مين هو ايه وهلا بتقولي لي انك على خلاف معه بس خل خلنا فهمك بس <applause> <applause> خلينا من العتمه كثير يلا قومي معي تخافي من العلو كثير بخاف من العتمه وال حاعطيك شيء بايدك تهديه كمان انت شو ناوي لا 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 بس دقيقه خلي أف... انت على ما تخاف مشان الله هشام طب جاوبي بس عم تتذكر انت من الخوف خليتني دماغي سو صفر على شوي اطلعي على ايوه هون يلا اطلعي حتى اجري وهيك انا والكعاب؟ ايه ايه انتوا ايه, إيه؟ هلا اذا هز فيكي ما تخافي انا إيه. ما بخاف من هيدا العلو يا حبيبي انا اخاف من المرتفعات الاعلى تعال هون شو يلا اطلعي بعد لا خليني اتذكر بعطيك الحي بايدك وبدك تعمل بوش اب انت وحامل العلكة حي فوق <applause> لا بس دقيقة معي معي ما تخاف ممكن اسال زوجي من عندي عندي وياه من خلال أنا جوزك؟ انا بكره انا بكره كل الناس بس نزلني <تصفيق> <تصفيق> انا اكره كل الناس سميني <applause> واحد لا انا والله صراحه مريت بظروف توقعت انه كثير من الناس اللي كنت اتوقعهم موجودين راح يكونوا موجودين اوكي سمي لي حدا كنت بتوقع انه يكون موجود ما كان موجود انا زعلت على فنان اوكي عادي اسمي غسان اسماعيل لكن اربي خلاص شي هاي. هاي. هاي سوري نزعني لك زعلت شماني. زعلت حسان ع... اسماعيل توقعتيه يوقف حدك ما وقف حدك ف... آه. وقعت من هيدي الدرجه <applause> وقعت من هاي الدرجه وقعت عن 3 سم يعني وخر هاي الخاطري بس حتى اعرف اجاوبك لا شو بك هاي خليها هيدي افوعه هيدي حاضره معنا دائما وابدا افوعه رفيقتي كيفك؟ ايه اه ايه هي عندك رفيقه اه عندك رفيقه عامله حالها رفيقتك وهي افعى؟ ايه طبعا حلفه والله مين هي سبي لنا اياها حرام ما تاخذ شهره والله حرام تاخذ شهرة لان هي قتلت حالها بدها تصير مشهوره واو وانا قتلت حالي انه شغلها بقناه ولا على نيتها ولا حكيت عليكي؟ حكت علي بالعاطل كثير قدام جوزي يعني كان موضوع بيه هجمان بيوت أوكي. كان بيت بده ينخرب يعني اوكي مم. طيب شيلوا لي قفوعه ميرسي شيل لي قفوعه جيب لي ميكي ماوس بتحب الفيران حسبي الله ونعم الوكيل على منطيكم هاي المعلومات بتحب الفيران كثير ايه <applause> حتى زوجي يحبهم لايك يا بدي عندي موقف بدك تمسكي بايديك بدك تمسكي بايديك شو بخ... ورا ركد ركض ورا كان في موس اثنين صغير عندنا كثير تعرف بالعراق موجودين في كل مكان جردين؟ طلعت لنا الفاره صغيره ايه يعني مو جردون الكبير لا الصغيره اوكي طلعت يا حبيبي هيدا الكبير النوع الكبير هاي انا ام عندي طفله اردت ايه شو, أبعد شو انا شو <applause> انا شو انا شو عم شو جيب لك شيء ضد المبيض انا وجعني راسي من الخوف اخ وجعتولي راسي كنت جايه مروقه <applause> يلا بدك الفاره شو؟ ايه اذا ما جاوبتي على هذا السؤال انت معروف انك مثيره للجدل ومستفزه للشارع العراقي وبتقدر تعملي ترند بخمس دقائق على حي الله شيء رح اعطيك خيار بين اثنين يا اما بتعلني هلا عن معلومه مهمه او موضوع مستفز ومثير للجدل اكتشفتيه مؤخرا وبيعمل فضيحه كبيره او بتمسك الفاره بين ايديك خوق اللي موت <applause> إيه شو لا بس خليني احكي لك الموقف المضحك يعني كان فاره احكي لك الموقف المضحك كان زوجي قاعد بالحديقه اوكي <applause> وقاعدين قاعده رواق هو ورفيقه علي هاي علي <applause> طلعت لقينا فاره طالعه من البيت وانا من البيت, البيت على الجنينه لا هي طالعه من البيت على الجنينه بالعكس بالعكس يعني <تصفيق> <تصفيق> ما كانت ما بعرف شو كانت تعمل <applause> فانا هربت كنت انا ورفيتي وزوجي ورفيقه اوكي فانا هربت صار زوجي هرب معي وصعد على المرجوحه <applause> <applause> كله هيك يا لا هلا صارت من شوي على فكره كانت حتصير من شوي طيب شو صار في نادين اعملوا لي مجال عنكم على المرجوحه <applause> هو بده يطلع معكم كمان بعدين رفيتي هي اللي اللي ظهرتها برا طيب شو يلا يعطينا معلومه او فضيحه يا اما بنمسك بتمسك الفاره <تصفيق> <تصفيق> شو بدك بالفضائح رمضان يلا يا رمضان يا, يا هشام <applause> يلا بليز مثلي. او امسكي يا للفاره شو يعني شو اقول له فضيحه مثلا ما يكون فضايح عند الناس وحدة الله يستر علينا وعلى الناس يلا وحده شيء ما بنعرفه سكوب يمكن يكون عنك يمكن ما يكون عن الناس امم شيء حصري شو ايه طب امسك الفارة خلاص اذا ما في شيء حصري لا الخاطري والله راح يغضب علي والله ما بتعمل شيء والله راح يغضب علي هشام مشان الله, شان الله, الله مشان الله هشام ما اقدر ما اقدر لا لا الله يخليك والله يعني كانت كانت هشام انا شوبت شوبت وحياة الله شوبت اذا نط علي ما انا يا حبيبي هشام والله هشام هشام انا بحبك كثير واحده من جمهورك ورفيتي امل كثير امل هاي <applause> هشام هشام يعني اطخها هيك بس اطخها <applause> شو <applause> لا لا انا بعرف كثير بس <applause> انت بتعرف <بس> امسكها لك <applause> لا انا شو انا انا المقدم يلا اعطينا شي والله فقدتني ذاكره من كثر الخوف انت بتعرفي شو؟ رح سامحك أيه؟ غني لنا شيء مين من حسيت حسيت صوتك فيه شيء من اصاله اوه اصاله حلم حياتي انه احضر لها حفله لا كل ما يصير حفله بمكان قريب بدي اروح لا يكون عندي امتحان او يكون عندي شغل ما اقدر اروح طيب يلا سمعينا شيء لاصاله نختم فيه الحلقه اه بحبها كثير لاصاله بس مش زم. انا ليلى يلا انت وحامل الحيه لا عفوا اسف <applause> مشاهدينا هاي كانت حلقتنا مع همسه ماجد الفنان الشاملي بنشوفكم بحلقه جديده باي باي واحد اثنين ثلاثه روح يا مجنون مش انا ليلى ولا بنسمة هوا جميلة يا مجنون مش انا ليلى ولا بنسمة هوا جميلة عايزنا اقول بحبك ليه بحبك بس مش قايلة يا مش أنا ليلى ولا بنسمة هوا يا مجنون مش أنا ليلى ولا بنسمة هوا جمايلى عايزني أقول بحبك لي بحبك بس ومش قايلة يا يا مجنون ميرسي ميرسي كتير